الحمد لله على السلامة. والله عبالي سافرت ويا سامي وبعد ما ترجع. لا اطمن أنا بخير. ها طمني وش أخبار الشغل؟ ماكو شي على حطة إيدك، بس ذيك الحرمة يومية تجي وتسأل عليك. تسأل علي أنا؟ إيه وش تريدين من عنده؟ ما تقبل تقول زين خابرة ذا الموضوع ضروري تقول لا عفو مصيره يجي لوحده. وش تبي مني هذه؟ والله علمي علمك ما أعرف، بس خلصت المنيو أكل وشرب. أوف طيب طيب راح أشوف شغلك أنا أشوفها. عفواً قالوا لي إنك سألتي عني. وقالوا لك صار لي كم قاعد أسأل عنك؟ إلا بس لو عندك أي مشكلة كان أي أحد من الشباب يقدر يساعدك فيها. أنا صحيح عندي مشكلة مع الجوس، بس مشكلتي الحقيقية معك أنت. عفواً؟ معي أنا؟ كان يمديني أرسل لك إيميل رسمي بالاستغناء عن خدماتك، بس حبيت أقول لك إياها بشكل مباشر. استغناء عن خدماتي؟ أنت فهد مدير هذا الكافيه صح؟ إلا صح. وأنا حياة صاحبة الكافيه.